بشار مصري. هذا أول شيء. أصلي من دمشق من سوريا، وجيت لفرنسا من شي سنة 68، يعني فوق 50 سنة صار في باريس، مشان أدرس كمل دراستي العلمية اللي بديتها في سوريا، وعملت ماستر ودكتوراه في جيوفيزيكس للتنقيب على البترول، وتليتهم بعدين بشهادة هندسة معهد البترول الفرنسي بالجيوفيزيك. دائما بديت حياتي العملية بالجيوفيزيكس بمعهد البترول الفرنسي لفترة وجيزة كتير، تركت لحتى أسس أول شركة في مجالات صناعة البترول والغاز، وبديت أدخل بمشاريع للشرق الأوسط بهذه المجالات. هي كانت فترة بين 74 لل 78، كانت فترة 4 سنوات. بعد 4 سنوات بهالنشاط البترول توجهت لنشاط تاني مختلف جدا، وهو ديكور للقصور. توجهت ناحية الديكور كعمل فني، وأسست شركة لتنفيذ مشاريع الديكور في الشرق الأوسط لأمير قطر الشيخ خليفة، بعد منه للأميرة جوهرة بنت ملك خالد والأمير فيصل بن فهد رأس العام لرعاية الشباب. وساهمت كمان بمشاريع أوجي أو سعودي أوجي بشراء وتصدير مواد الديكور للمشاريع الملكية في السعودية. طبعا الفترة هي أخذت معي 4 سنوات لأبحث عن عمل تاني يختلف. فبعد الديكور توجهت مع الإنتاج السينمائي، كمان نفس الشيء، اتفهم أول سنة كيف الإنتاج بده يصير، بعدين ابدأ بالإنتاج. وعملت أفلام كتير فرنسية عالمية بين فرنسا وبين أمريكا وكندا، كانت أفلام بالفعل قيمة وإلها ميزة، إنه هي مش أفلام تجارية أكثر منها أفلام فنية. هلأ اخر مرحله واخر بزنس او عمل عم بشتغل فيه هو مجال العطور. هذا اخذ معي اكثر من 4 سنوات، صار لي فوق 30 سنه فيه. ليش؟ لانه كل سنه بطلع عطر جديد، وكل عطر له قصته وله تشالنج تبعه، كيف بدي ادرسه، كيف بدي اطوره، كيف بدي اعمل له الديكور تبعه، كيف عمل له قصة كمان له، كيف سميته، وبالأخير كيف بدي أعمل له الماركتينج ووصله يدخل قلوب الناس يلي بيحبوا عطور دوران أو العطور اللي عم بنتجها. حلو. مجال العطور مجال غريب جدا كعمل، يعني اولا بيلعب باحاسيس الانسان. الاحاسيس الخمسه، اهم حاسه بالانسان هي حاسه الشم، تاكدي مش الرؤيه بس والطعمه واللمس والسمع. انف يلي ما بناخذ له فكره، تصوري هلا اللي الناس عندهم مشكله الكوفيد، هلا اللي عم يفقد حاسة الشم مشكلة كبيرة، ما بيحسها. تصوري هلا إذا بدك تاخدي بصلة، سدي أنفك رشي البصلة، ما بتعرفي إذا كانت تفاحة ولا بصلة. هلا وبدك تاكلي أي أكلة بدك تشميها، العطر بدك تشميه، بتشربي الشاي بدك تشميه، الهواء الطيب كله الشم بيلعب دور. والله خلقنا الأنفين
بالنص واش نعمل خلقه لا ورا ولا قدام ولا قدام الذاكرة تمام، وحط كل الحواس الثانية دايره. ليش؟ لأنه أساسي بالإنسان. فالعطور كانت يعني بالأول بالنسبة إلي مغامرة، بس ما المغامرة درستها منيح. وبالبداية طبعا أي شيء بزنس بدك تبدي فيها بدك تتعلميها، بدك فيها صعوبات لا شك يعني. فعملت ماركة اسمها كيسلينج، والماركة هي اسم اخترعته ما له علاقة لا مع ديزاينر ولا بفاشن هاوس ولا مع موسيقي ولا مع ممثلة أو مغني، اخترعناه. وبديت بالعطر. بعدين بعد أول سنة تاني سنة هذا أنيني عادي، هذا العطر ما فيها شيء، اسمه كيسلينج، له غطاء يتسكري، ريحته حلوة لا شك، ما حدا بيسترجي يعمل عطر ما له ريحة أو ريحته ما لها حلوة. فلقيت أنه بالنهاية لا، لازم غير الموضوع كله، هون بديت التطش تبعي. فعملت عطر سميته بيبوب، فكرته تختلف عن كل الباكجينج تبعهم، كل العطور يلي ممكن نسمع فيها. الزجاجة بالمقلوب تطلع تقعد على القاعدة وتلعب على هالقاعدة تبعها، سميته بيبوب. بيبوب هي ميوزيك، نوع من الجاز، اجت بعد سنة 1945 مع اثنين موسيقيين امريكان كتير مهمين، جيسي جيلبسي وتشارلي باركر، كانت هي اساس الروك اند رول، روك اند رول ميوزيك بيبوب. صرت اعمل عطور غريبه باشكالها، غريبه بافكارها. وهذا العطر بيبوب اكثر عطر بالعالم قلد من الماركات الكبيره والماركات الصغيره، كل العالم قلدوه، كل العالم اكتشفوا انه ممكن نعمل زجاجه بالمقلوب. ما بغير هلا عن العطور، لانه بعتبر حالي انه صرت بمجال بيمتص كل طاقتي وكل وموجود فيه كل اللي بحبه بالحياه. تغييري من موضوع لموضوع بحياتي بالاعمال، اولا نصيحتي انه الانسان يوميا حتى وقت بفتح عيونه، أهم شيء يفتح عيونه يلاقي صحته طيبة، بقول الحمد لله هالصحتي كتير طيبة، وهي أهم شيء بالإنسان. ثانياً بيبدأ النهار تبعه، وبأي لحظة وبكل فترة النهار هذا أو بكل يوم أو كل أسبوع بيواجه مناسبات بالحياة، في منهم هالمناسبات قد تكون مناسبات بالنسبة له كتير مهمة ليبدأ فيها عمل خاص فيها. هلا أنه يترك عمل ليبدأ من الصفر بعمل تاني مثل ما عملت، طبعا هذا في مغامرة كتير كبيرة مش سهلة، يعني بده يكون الإنسان عم يدرس كمان الموضوع كيف بده يبدأ فيه وكيف بده يطوره. وهذه كوكب الشرق ورأس كوكب الشرق ومنديل كوكب الشرق وطريقة حتى شم رائحة عطور كوكب الشرق هو بمنديل كوكب الشرق.